أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله لا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها
فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم.